بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في شرح الشابتر الثالث Performance of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي. وهنا في هذه الشريحة سنتكلم على Time Response of Control Systems. Time Response of Dynamic System Response to an Input Expressed as a Function of Time. يعني لما يكون عندي نظام معين ممكن يكون من درجة أولى أو من درجة ثانية يكون عندي الانبوت. الانبوت هنا مثلا ممكن يكون step function، ممكن يكون يعني impulse، وبالتالي نتحصل على response of the system as function of time. بطبيعة الحال هذه response أو هذه استجابة تكون على حسب dynamic system وتكون على حسب الانبوت. The time response of a system has two components. يعني عندي عنصرين في التايم ريسبونس، يعني في استجابة النظام هذا عندي two component. الأولى نسميها transient response والثانية نسميها steady state response كما هو مبين في الشريحة الموالية. When the response of a system is changed from rest or equilibrium it takes some time to settle down. Transient response is the response of a system from rest or equilibrium to steady state. The response of the system after the transient response is called steady state response كما هو مبين هنا. يعني أي نظام عندما نعطيه يعني input معين يأخذ يعني وقته من هنا إلى هنا في هذه الرسمة مثلا، هذا التايم نسميها time of the transient response، يعني التايم الذي يحتاجه النظام كي يصل إلى steady state response. يعني عندما يستقر النظام تصبح يعني هذا الجزء الثاني يسموه steady state response، وبالنسبة للفترة الأولى نسميها transient، هذه نسميها transient response. Okay. So here the transient response depend upon the system pools only and not the type of input. ما معنى هذا الكلام؟ يعني transient response هذه أو المرحلة الأولى قلنا أنه عندنا يعني two part time. الأولى نسميها transient response والثانية نسميها steady state. بالنسبة للفترة الأولى هذه تتأثر بماذا؟ تتأثر بالبولز أونلي. بولز يعني هي جذور مقام النظام سنراه لاحقا، ولا تتأثر بديناميك سيستم، وتتأثر أيضا بالتايب أوف ذا إنبوت يعني على حسب نوع الإنبوت. It is therefore وبالتالي يعني it is therefore sufficient يعني يكفي to analyze the transient response using step input. يعني هنا بما أنه الاستجابة تكون على حسب الانبوت وعلى حسب البول of the system يعني يكفي أن يكون يعني الانبوت للنظام يكون من نوع step input. أما بالنسبة للsteady state response أو الجزء الثاني من استجابة النظام depends on system dynamics، يعني يتأثر على حسب dynamics النظام and the input quantity. ومن هنا يعني يمكننا استعمال many signals test signals والذي كنا تكلمنا عنهم في الشرائح الأولى في هذا الشابتر، مثلا step, ramp, impulse and analyze also the final value theorem. Thank you.